داروا الوطن وحنا خلونا الوطنية. جملة هكذا تقدر تقراها في بحثك. الوطن يعني شغل كعك مناصب وكذا داروا. حنا خلونا الوطن. لو قلت جماعة الوطنية هذه هي اللي خلات عاد كاين وطن باش يقسموها البعض كاع. هذه ثلاث عهدات انتخابيات شرعيات محليات سيناتوريات يجيبوا الدراهم تاع الفلان من طليبه وزيد السلطه طحنوهم طيروا لهم الريش. ونضيف لكم شويه استشاره في السياسه حتما انهم في حال ما يدوش حتما ما يدوش حتما نصل في على عدد ليس متعدد من السنوات الى انتخابات اكثر شفافيه وكما نشعر شيء تغيير السياسه يعني احنا مثل ما قلت لكم نفرقوا ما بين العباد والمؤسسات لكنا ربما نطالب بهيئه مستقله لتنظيم الانتخابات وليس لرقابه. ما راش نطالبوا بها راه يطالب بها معشر الاحزاب. انا حتما عن زمن لا يكون ما يوصلش 10 سنين مستحيل. اصبحت الانتخابات كي هنا كي فرنسا كي تونس. عقلنا ثقافيا ضرب في حي شعبي الهضره تاع ياخو ما تجينيش حاجه غريبه في ساعه محمد الزاطي قنوات كانت تحت نهضه هذه الباهيه وهذه الجزائريه وهذه الشرق وهذه 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 واحد الهضره تعرف أنا في 2060 اليوم من الحركة اللي ندب القناة تصاريبا صعب. من اللي قاعد نقول واش راهم يشوفوا ولادنا. ثقافيا منهار. اجتماعيا غرقنا. نضحكوا هذاك النهار نهضر مع واحد السيد قلت له كلمة الذنوب. قال له يذبح في الذنوب. لو في السوق الرجال راحت الله يعلم الا بقات في السوق مصر الاخلاق راحت الحرام كل الدنيا المال كل الدنيا توصل المال المال وقع فيه العكس علاش الجزائر فقيره شحال واحد يخلص غراب شحال واحد يخلص كراب حتى يبداو يغلطوا يخلصوا نجو حدا المسؤولين يقولوا ما تخلصوش البارح نسمع وزير العمل يقول لهم الشباب تاع لانساج اللي ما خلصوش باش راح يتبعوكم يعني لو كان في مليار كاين خمسه قال يا ربي انا راه الشهر لازم نبدا بشويه باش نخلص الكريدي يعني. زعما اللي جمع الحمى اذا كل الارقام زعزعت وفي الكثير من الاحوال الارقام تكسرت وين من لازم نبخل هذوش اللي يقولوا نخافوا لازم نبخل المخرج وين؟ الجامعة الشهادة تباع المدرسة الابتدائية إلى ما قريتش دروس تكميلية كأنها ماكش راح نزيد فقط النمط التكميلي لا عنده لا هو دور لا في
تغسل نفسك تصلح نفسك كذا ما تقدرش تغرب منه كل شيء. فالاستثمار يقول أن مستوى المعيشة والتنمية الاقتصادية إلى آخره كذلك يفقد الأخلاق. لأن علاش؟ أنا قناعتي نقول غلط المجتمع باش يعاود يوقف لازم يعاود يوقف روحا طلاب وذهنيا طبعا مصير. ضيف نسيت حاجة ما ضفتهاش كبيرة في المسجد. يعني كنا المسجد استثمار في المسجد حين المسجد. الإمام حب يولي نجريبيس 14 القرن الصباح كان يتكلم سي عمار بوليفان يفهم خير مني هذه الامور هذا قال حتى المراجع تاع ديننا راح هذه شيعة دايرة رايها هذه أحمدية هذه ما نعرفوهاش أصبحنا صبع كاب في عقيدتنا. المسجد كل عن المسجد فيها نقطة استفهام. وإذا كان نقول أن المجتمع يعود يرفع روحه لازم يعود يفطن من باب الروح ومن باب الضمير. إذا فلان في نسبي في تي أو زمان يمشي ويكشفوا في الناس كل أو زمان يمشي ويكشفوا في الناس كل لا فلان نزيد نقولها احنا عايشين في معركة انتخابية شريك استراتيجي ونهار ستة نشكي معنا وميعاد وغول وبن يونس باش ننظموا الصوت تاعنا بديماري ولا لا فيزياء مي الهدف اننا نشوف الدرس ونبتعد عليه. العنوان اللي عايشين به العنوان اللي حرض البلاد. لكن الطريقه اللي نمشيو بها طريقه الافلاس. طريقه الافلاس سقطت البلاد كانوا حزب مدة. لكن هذا يجي لي واحد من ليزونسيان وستفدت قال لي كي صرات اللقاء تاع طرابلس واستقلت البلاد وما سمي المؤتمر على السوسه لو كان الحزب يمشي على قواعد الحزب ما كانش في 65 ضروره الدوله تخرج من بلدها فانا كان الحزب إلى حين رئيس بن الله الله يرحمه من أمانة العامة تاع الحزب كان يبقى شخص طريقة بدنية لكن من هذا الوقت الأول البذرة الأولى كانوا دخلوا في مرض الزعامة ومرض الطغيان والجماعة كافية بتوزيع الأرباح هذا شوية فيرما هذا فيلا هذا كذا بقي يدير بها رشفة جاء 65 سيبهم ديال ما يحكموا فهم الأمور سماه جهاز جهاز لا دور له كان من فعامة لا نجح جاء 79 ردوا حزب الدولة قرار شفتكم يكون عندكم شوية وقت خاصة الشباب روحوا اطلعوا على أدبيات
حزب جبهة التحرير الوطني من 79 إلى 90. تفهموا الكثير من مصادر كارثة الوطن. الله يكثر خير عمار طول. أنا سي عبد العزيز بن خالد شريكي بتلاقي اللوائح تاع حتى القطر المركز كاين به كاين. هذا اللي ضرب بشمال الحوز كبر الزبون. أنا فقط باش نعرف واش صار كيفاش تخدموا مع الجزائر لما تعرف ما احنا البارح. هدف مع عمار الله يكثر خير ومفتح. كاين اللي قتلوها. سمعنا البارح بعث لي بواقع تاع الشغل تاع بابي فوتوكوبي. بواقع كومبلت. بلوس سيمبو لا سيتي لا يو اس بي 2013 عندي دراسة تاع المقرا. قريت نوايا الحزب من مؤتمر ما سمي مؤتمر ما كانش مؤتمر طرابلس مؤتمر طرابلس فكرني في وقائع في مجموعة التوسعية ولا الثمانية تاع الكاتدرائية الصغيرة فوطان باش تشوف الكرسي وين فوطان لائحة سياسية تقول كانت في فرنسا وين افيك ستيريور خارج البلاد قيادة ثورة تحت البرجوازية الديريكسيون ريفوليسيونير سي بون برجوازي على الانتيريور داخل البلاد قيادة ثورة تحت الظلامية أنا نقرا نقول سبحان الله هذه تاع الظلامية قبلها الحاج مختار معايا وهذه تاع البرجوازية في الخارج قبلها محمد السعيد الله يرحمه والخاوة الخويل كتشوف بالبرومة راح زمان جا زمان تلاقيت سي علي هارون الله يطول عمرو قلت له الله يخليك سي علي قبل خلصنا الموضوع استشارة على كل شيء قلت له والله كاين واحد الموضوع ما نطلعش عليه قلت له نقرا النص يقول كذا وكذا تسألك نفسي قال لي عندك العام خير تسأل قال لي واحد المقام كاين اللي كانوا غير هم بيرو بوليتيك شكون يجي شكون ما يجيش في بيرو بوليتيك هو يدعى الواحد من ثم تقرا لوائح المؤتمر نتاع 79 والمؤتمر الاستثنائي والمؤتمر تلقى على شنو عندنا شي عمران تلقى على شكون هو الشركات العموميه تلقى الف تفصيل وتفسير لكن في نفس الوقت كانت تفسير الغريبه مؤسسه في جهة تكون سنديكاليست داروا الكوميتي في بارتيسيباسيون خالية تاع الحزب وقيل في اللائحة أن الخيار ليس على هرم المناصب المكانة في الحزب صديقانا تكون رئيس القسمة وانت بواب خدام جالسينهم في الشركة في سبتمبر تقول على الشركة في الخلية تاع الشركة وكلها وما كل انت القطاع العمومي هو اللي ماشي مليح هذه هي قلت لكم كلها المشاكل راحوا 79 ولا 91 ولا 96 باش يسترجعوا شويه النفس من 16 حتى النص واليوم غادي تقسم الغنيمه هذه اللي باش نحطوا عليها باش نبتعدوا من مثال باش نقولوا شيء اخر في لو ما كانش انهيار سعر النفط وضرب العاصفه في خزينه الدوله الجزائريه لكان ربما الى يومنا هذا ما زال تحت نظام الحزب الواحد وكذا لو ربي سبحانه طول في عمر سي شادي الله يرحمه برحمه الله بلك راه رئيس الجمهوريه الى اليوم في العهد التاسع او الحجاج وانتم اهل البلد واهل الميدان اللي كان فيكم نقابي كالنقابي اللي كان مناظر كالمناظر شعب كان هن شعب خليه يعيش كلمة مشاكل السياسة كلمة فيها طريق هل اليوم انا شفت وضع الشاب هذاك الوضع اللي وصلنا لهذا الشيء غير كنت نتكلم معكم على الجانب الاجتماعي والمفاهيم الى اخره لاننا ابناء دوله
ثالثة تعيش بالسلفية. لو ماش الاقتراب لا كان شهرية تأهل بيتي ولا تأهلين ولا تأوزي. كثر خير عبد العزيز بوتفليقة البارح كي كان الخير دار شوية راي يمنا شوية دراهم ولا مازلنا ناكلوا احتيال الصرف هذا اللي عندنا وكلنا ناكلوا الدجاج. هي الصرف منا على 4 سنين 5 سنين ما يبقاش نسلفوا عامين ثلاثة ونسلفوا في الشتاء. إذا المخاطر مازالت موجودة أمامنا بعد الشطارة تاع شعبنا. لا نعرف إن شاء الله يدينا ربي في طريق الصواب نعمل أكثر ونرشد أكثر أمورنا إلى آخره. ربما بعد هذا الخطر ولا حتى يتجاوزوا في قفزة نوعية كذلك من الأزمة المالية هذه اللي تدور فيها تصبح يعني سبب لقفزة إلى طابق آخر من التنمية. لكن خطر موجود، خطر ناشف الوطنية. حتى الغرب اللي كانت بكري عنده بحكم الصهيونية كلمة الوطنية كانت عيب، يتكلموا عن الوطنية ربطها بالنازية. أزمة اقتصادية خلت كلمة الوطنية رجعت لاعتبار نفسها في بلدانهم. يريدوا الباتريوتيزم، يريدوا الباتريوتيزم، ما يقولوش ناسيوناليزم. بصراحة باتريوتيزم. العربية كيف كيف، ناسيوناليزم باتريوتيزم ما تبدلش. يقولوا الباتريوتيزم الإيكونومي، إذا كوننا باقيين متمسكين بالوطنية حتى إلى هذا ما خلونا في هذه الساعة. مكسب. صحيح بمبادئنا لنقدر نسجلها حتى في الثوابت عدالة اجتماعية، لا عمل عدالة اجتماعية. عدالة اجتماعية لتعطي الدولة دعم للمعوز، ماهوش الديبيوتي والوزير والبي دي جي إلى آخره ياكلوا الخبز الدعمة. هذا ظلم حتى عند ربي. لكن لو تجي تتحرك ماهوش القليل اللي ينظف، فقط القليل حقه يديه. تنظف الطبقة هذه محتكرة الأبواق والتحاليل. هذه ماهيش نقولها لإخواني وأخواتي من التجمع باش يخرجوا بها هكذا للخارج أو خارج الساحة بريد بعد الخارج. لكن هذه من الأمور اللي لازم نساهم فيها التحليل بلطف العبرة وإلى آخره في المساهمة إلى تغيير الذهنيات. عكس ذلك نلقاو نغرق ونتفرج في نفسنا نغرق. الآن في الميدان تحايل، تحايل سبب الدولة ولا سبب منظر المجتمع؟ هل ما صراش تحايل في إعطاء العنف للموالين؟ دولة تعطي لكن اللي عنده كتاف شوي عريض، اللي عنده ألف راس يدير 5000 باش يوكل 1000 ويدير 500 ستوك و1500 يعاود لها البيع باش يربح فيها، والضعيف ما تحملوش. صحيح أنا النداء اللي ناشد به أهل هذا النشاط الاقتصادي الموالين وكذا هيئة حزبية لتقدر تساهم أنها ترشد الناس تنظم روحها. عالم الفلاحين في حاجة إلى تنظيم، لأن الناس تتكلم بس وتتكلم على مصالحهم وبس كما يقول مصالحهم.